البث الحي والمباشر من هنا من مطار الجزائر الدولي القديم بقاعة الاستقبال رقم 2، أين من المقرر أن تحط الطائرة القادمة من مدينة ووهان الصينية والتي أجلت 36 جزائريا كانوا مقيمين هناك بهذه المدينة التي عرفت انتشارا كبيرا لفيروس كورونا. التي هذه الطائرة ستحط هنا في تمام أو حوالي الساعة الثانية بين الساعة 12 والواحدة زوالا، بعدما كان من المقرر أن تحط هنا في صبيحة اليوم في تمام الساعة 7 وأجلت إلى 11 الآن حسب المعلومات المتوفرة الأخيرة. ستحط هنا في حوالي الساعة 12 بين الساعة 12 والساعة 1. الطاقم الطبي المكلف بإجراء المراقبة الصحية روتينية يستعد الآن من أجل التنقل إلى الساحة لإجراء أو لمباشرة الإجراءات الوقائية الصحية اللازمة عن طريق فحص المسافرين القادمين عبر هذه الطائرة بأجهزة كاشفة للحرارة، تقيس حرارة الجسم إن كانت مرتفعة أم لا، لأن فيروس كورونا يسبب في ارتفاع درجة الحرارة، كفحص أولي ليتم نقلهم بعد ذلك. لا ندري إلى حد ساعة هل سيتم نقلهم عبر الحافلة أم عبر سيارات إسعاف، نقلهم إلى مستشفى القطار بالجزائر العاصمة المتخصص أين خصص لهم جناح خاص، أين سيقومون أو سيتم حجرهم صحيا هناك لمدة 15 يوما، لأن الفترة التي يحتضن فيها الجسم جسم الإنسان لهذا الفيروس تمتد بين 7 أيام و 15 يوما. الطاقم الطبي مزود بكل الوسائل الطبية اللازمة للوقاية من لباس خاص يغطي كامل الجسم، كذلك قفازات، كذلك غطاء، لأن بحكم أن هذا الفيروس ينتقل عبر الهواء. نعم طارق، إلى حد الساعة لا نزال أن ننتظر قدوم الطائرة بالنسبة لي، وكذلك ننتظر قدوم المسؤولين بوزارة الصحة ليخبرونا أو ليمدونا بآخر التفاصيل حول هذا الفيروس، ربما حول كيفية نقل المرضى وكيف سيتعاملون معهم بمستشفى القطار. في انتظار ذلك طارق دريدي، سنعيد ربط المباشر معك أكيد حتى توفينا بتفاصيل أوفى، لأن الآن الجزائريين أيضا يريدون معرفة كيف ستكون هذه العملية حتى يطمئنوا من عدم وصول الفيروس إلى الجزائر. أذهب أيضا مباشرة إلى الزميلة طارق فقط. نعم تفضل طارق. أريد فقط أن أشير إلى أن القادمين من مدينة ووهان الصينية عبر الطائرة الخاصة والبالغ عددهم 36 جزائريا بالإضافة إلى 14 تونسيا من الطلاب الذين يدرسون هناك، وكذلك عدد من الطلاب الليبيين والموريتانيين، وكذلك الطاقم الطبي وطاقم الطائرة سيتوجهون مباشرة بعد نزولهم من الطائرة، سيصعدون للحافلة أو سيارة الإسعاف ويتوجهون مباشرة لمستشفى القطار، يعني لن يدخلوا إلى هنا للمطار إلى قاعة الوصول بحكم احتمال لا قدر الله إصابتهم أو حملهم لهذا الفيروس.